حصريا على استديو الابداع الفني. عيدنا عيدين عاد عيد الفطر واكبر الشريحان الوكاد، يلا حنك دوم تسعدنا وفرحتنا هني، جمعنا في العيد جمع البركه رب العباد، فيها لمشم للصعاقره وافراح الوفيه من ذوي احفاد بلحنهم هل المقدريه. عيدكم مبارك وجعل العمر كله عيادي، يرضوعنا في خير يا الرسالة بيا. مرحبا عندم عبد الله والفرح معه بعادي، مرحبا ترحب وافي بالبيوت الشادي. اسمع اسمع مرحبا ابو عداد، ما هل المطر في كل وادي، فاح طيب العود وفاحت الدلال الشاذي، حي شوف اهل الوجه البيض بتقن السوادي. ربعنا واحبابنا والطف من شرف مجيه، ربعنا واحبابنا والطف شرف مجيه. مرحبا يا ربعنا يا فخرنا في كل وادي، مرحبا تحب وفي بالبيوت الشادي. كلنا كلنا ذخر لبعضنا دايم درع وسنادي، عزوة متوارثين العز وامجاد العريه، افخاري فيهم ومهريه من بين البريه، اشهد انهم في المواقف من يشيلون الثقالي، اشهد انهم في المواقف من يشيلون الثقالي. وامدح الغريب عبد الله حلال العقادي، الكريم النادر اللي بالعطاء. والختام والختام اطلبك يا الله الولي رب العباد، كل عام نجدد التلاقي والافراح حيه. والختام اطلبك يا الله يا الولي رب العباد، كل عام نجدد التلاقي والافراح حيه، كل عام نجدد التلاقي والافراح حيه. عاد عيد الفطر واكبر الشريحان الوكادي، يلا حنك دوم تسعدنا وفرحتنا هني، جمعنا في العيد جمع البركه رب العباد، فيها لمشم للصعاقره وافراح الوفيه من ذوي احفاد بلحنهم هل المقدريه. عيدكم مبارك وجعل العمر كله عيادي، جعلكم يرضوعنا في خير يا الرساله بيا. مرحبا عندم عبد الله والفرح معه بعادي، اسمع اسمع مرحبا ابو عداد، ما هل المطر في كل وادي، فاح طيب العود وفاحت الدلال الشاذي، حي شوف اهل الوجه البيض بتقن السوادي. ربعنا واحبابنا والطف من شرف مجيه، ربعنا واحبابنا والطف من شرف مجيه. مرحبا يا ربعنا يا فخرنا في كل وادي، مرحبا تحب وفي بالبيوت كلنا كلنا بعضنا دايم درع وسنادي، عزوة متوارثين العز وامجاد العريه، افخاري فيهم ومهريه من بين البريه، اشهد انهم في المواقف من يشيلون الثقالي، اشهد انهم في المواقف من يشيلون الثقالي. وامدح الغريب عبد الله حلال العقادي، الكريم النادر اللي بالعطاء. والختام والختام اطلبك يا الله الولي رب العباد، كل عام نجدد التلاقي والافراح حيه. والختام اطلبك يا الله يا الولي رب العباد، كل عام نجدد التلاقي والافراح حيه، كل عام نجدد التلاقي والافراح حيه، كل عام نجدد التلاقي والافراح حيه. حصريا على استديو الابداع الفني.